لن تحاول التصعيد حتى على خلفية ما جرى اليوم، يعني بالعودة للحادث الأمني أو الانفجارين اللذين اليوم وقعا في كرمان أستاذ طارق. هناك من يرى بأن إيران تتروى ربما إن صح التعبير بتوجيه أصابع الاتهام نحو أي جهة، لأنه بعد توجيه الاتهام المباشر سيكون هناك يعني رد مباشر على ما جرى في كرمان، لذلك تتروى إيران؟ أنا كمحلل سياسي بصراحة وكمان كمتابع للشأن الخليجي والعربي وحتى الإيراني أعتبر أو أرى أن هذه سيناريو من داخل إيران، وأيضا يوجد في إيران طبعا أجنحة كثيرة طبعا، فممكن أن تكون هذه الأجنحة التي يعني وضعت هذه المتفجرات لأغراض سياسية خاصة بإيران فقط لا غير، وإنما إيران تحاول تستغلها الآن يعني وتقول أنه بدأ الاستهداف الإيراني بسبب فلسطين. للأسف يعني الجميع يعني يعلق استغلاله السياسي والاستثمار بالدم بالقضية الفلسطينية. فمن المؤكد يعني أنا بشوفها بصراحة ببساطة بشوفها هذه المتفجرات هي ليست غربية ولا خارجية بصراحة، إنما ممكن المخابرات الإيرانية بظروف خاصة بينهم وبين الأجنحة المتصارعين قد وضعوها يعني.